طيب شباب خلونا نبدا. احنا انتوا السكواد بتاعكم ده المفروض انكم شفتوها اونلاين، يعني شفتوها ريكوردد صح؟ المفروض يعني شفتوها بجد ولا لا؟ طيب عامه هي الكونسيبت بتاعها ظريف وخفيف كده، ده اخر شيت عندنا. ماشي، باقي المحاضرات غالبا هتكون يعني مفيهاش شيتات. بس فبصوا فكره السكواد سبيكترم باختصار، يعني ده ايه؟ ده اخر شيت. ماشي، فكرة السبات سبكترم دلوقتي، احنا كانوا زمان بيفكروا ان ايه، لو عندنا مثلا فريكونسي عندنا باند ويدث كبير قوي، هيعملوا فيه عندنا ده الباند، هيقسموه حتت صغيرة، هيخلوا يوزر 1 يبعت هنا، ويوزر 2 يبعت هنا، يوزر 3 يبعت هنا، كل يوزر هياخد نار باند ويدث معين وكلهم يبعتوا مع بعض. بعدين فكروا في حاجة تانية، طيب ليه كل يوزر ياخد حته باندويث صغيره قوي، اذا كان ممكن كل واحد ياخد الباندويث الكبير جدا بس الباور اقل. يعني بدل ما كل يوزر هيبعت باور مثلا كده بي 1 خلاص، هيستخدم باندويث اكبر، ودي برده ستيل هتبقى بي 1 بس بقت يعني خلينا بقى كده هتبقى صغيره قوي بس مفروشه على الباندويث كلها، ويقدروا يحطوا بقى كل اليوزرز هنا. يعني ده يوزر 1، ده يوزر 2، ده يوزر 3، ازاي كلهم هيبقى نفس الباندويث؟ لان كل يوزر هيبقى ليه كود معين. تمام؟ فالفكره دلوقتي ان ايه؟ دي حسنت لنا حاجه اسمها جامينج. يعني ايه جامينج؟ يعني انا لو كان عندي خلينا نرجع للفكره الاولانيه، اليوزر بيبعت في نالو وبيم ماشي؟ وعندنا جامينج دي كانها نويز سيجنال بس الباور بتاعتها عاليه جدا، هنعتبرها ايه؟ لو كانت الجامينج دي جايه بالظبط في الحته اللي اليوزر بيبعت فيها، كان هيحصل ايه في السيجنال دي؟ كان هيحصل لها ديستورشن. جربتوا معايا؟ مش كلكم لسه بقى اجازه العيد؟ طيب فكان هيحصل لها ديستورشن. طب ازاي موضوع السبريدنج اللي هم فكروا فيه ان كل يوزر ياخد الباندويث كلها حسنت موضوع الجامينج ده؟ دلوقتي لو انا عندي السيجنال قلنا مبعوته بباور صغيره والباندويث كله، وجيه عليها الجامينج، عند الريسيفر بيحصل ايه؟ بيعمل دي سبريدنج. يعني تاني عند الترانسميتر بيعمل سبريدنج للسيجنال بتاعته اللي بيبعتها، بيخليها بدل ما هي نارو بيخليها على الباندويث كله. عند الريسيفر بقى الناحيه الثانيه هيعمل دي سبريدنج، هيرجعها تاني لحجمها الطبيعي. طيب لو انا ده عند الترانسميتر، جماعه شباب عندي ده عند الترانسميتر كانت معمول لها سبريدنج وحصل عليها جامينج، عند الريسيفر هيعمل دي سبريدنج ودي هيحصل لها سبريدنج. يعني انا مجرد ما هضرب هنا في كود خلاص، عند الريسيفر هيحصل ايه؟ دي نفسها هترجع تاني صغيره كده، والجامينج ده هو اللي هيتعمل له سبريدنج. ماشي، فهتبقى مش مقصره عليا. فاهمين الفكره؟ تاني نقول تاني، احنا كده كده هنشوفها باكزامبل هنا عشان تشوفوا ازاي بيعمل سبريدنج. يعني بس تاني يا شباب الفكره، انا دلوقتي هنا عند الترانسميتر عايز ابعت مثلا 1 0 فور اكزامبل، ماشي؟ بعد كده دي الداتا بتاعتي هضربها في كود، الكود ده الريت بتاعه اعلى، الباندويث بتاعه اكبر، فمثلا هيبقى كده 1 0 1 كده وبعدين 0 1 0، يعني الريت بتاعه 3 اضعاف دي. ماشي، اللي هيبقى المفروض الترانسميتد على الشانل هيبقى عامل ازاي؟ هضرب الاثنين في بعض فهتبقى 1 في 1 هتبقى 1، 0 في 1 هتبقى 0، 1 في 1 هتبقى 1. تمام، بعدين 0 0 0 0 في 1 0 مثلا، اوكي؟ فده اللي هيتبعت. ايه اللي حصل في ده؟ الباندويت او الريت بتاعه ايه علاقته بده؟ ثلاث اضعاف. حلو، يبقى لو جينا نرسمها على اكسيز الفريكونسي، لو انا بدل ما انا هبعت كده، بدل ما انا هبعت كده ده لا خلاص انا عملت له سبريدنج عند الريسيفر، هيعمل ايه؟ هيعمل دي سبريدنج، هياخد اللي كان ترانسميتد ده اللي هو كده 101 ثلاث اصفار، ده الريسيف من الشانل خلاص، هيضربوا في نفس الكود بالظبط اللي هو بقى ايه
101010 خلاص هيطلع له الداتا تاني خلاص هنشوفها بارقام بالظبط هنا. بس دي الفكره ان انا دلوقتي عندي الترانسميتر بعمل سبريدنج وعند الريسيفر بعمل دي سبريدنج. فلو كان عندي هنا دلوقتي وانا ببعت في الشانل دي سبريدنج وعندي جامنج حصل هيجي عند الريسيفر دول الاثنين هيتضربوا في نفس الكود ده. فالريت الكبير في الريت الكبير هيرجع لي الداتا بتاعتي تاني والجامنج هيحصل لها سبريد هيبقى نفس البروسيس اللي حصلت هنا. فاهمين؟ يعني الكود هو تقريبا دي نيجاتيف 1 الايه هنا دي المفروض تبقى دي كليفل يعني دي هتبقى نيجاتيف 1 ودي هتبقى بوزيتيف 1 مش 0 و 1. الجامنج احسن من سبريد مش اي حاجه بضرب يعني اي سيجنال عندي ليها ريت معين بضربها في الكود اللي الريت بتاعها عالي هتبقى الكود بتاعتي هيبقى الريت بتاع الكود العالي. يعني زي ما انا ضربت الداتا في الكود اداني ايه سبريد فانا هضرب كل اللي جاي لي ده في الكود فالكود في الكود هيرجع لي الداتا والجامنج في الكود هيعمل لي سبريد. فاهم قصدي؟ هو كده الجامنج سيجنال بتاعت باور عاليه قوي بالظبط. وانا اللي انا بعته لما عملت له سبريد بقيت بعته في النويز ليفل خليت الباور بتاعته قليله قوي وسبريد على كل ده. فكره مش مثلا حاجه زي الاداء بس عشان النويز ممكن تاثر عليها ممكن ما انت عشان الكود بتضربه هو هنا وهنا فبتقدر تبتدي يعني عند الريسيفر مش هيعتبرها نويز بس اوريدي هتكون السيجنال اتأثرت اكيد. ماشي؟ طيب فدلوقتي يا جماعه السبريدنج ده ازاي عند الريسيفر؟ هوريك اكزامبل هنا هتفهم قصدي. بص خلينا طب نروح على الاكزامبل وبعدين نرجع للكلام ده. ماشي بصوا معايا هنا الاكزامبل ده هيوضح لنا فكره السبريدنج والدي سبريدنج. دلوقتي اول حاجه عندنا الداتا انبوت ايه خلاص البيت لما تبقى بصفر يعني هو هنا المابنج اللي عامله ايه الصفر السيجنال ليفل بتاعها بوزيتيف 1 امبليتيود بوزيتيف 1 والبيت 1 الامبليتيود بتاعها نيجاتيف 1 ماشي. وهنا برده ده الكود يعني بصوا تاني خلونا نشوفها واحده واحده. انا عندي الداتا ايه دي اللي المفروض اصلا اللي هي هنا الداتا اللي باي ريت انا عايزه اكبر الريت ده عشان تاخد الباندويث كله فانا هضربها في كود الكود ده الريت بتاعه اسرع. فانا عندي دلوقتي هضرب بوزيتيف 1 في بوزيتيف 1 هيديني ايه بوزيتيف 1 اكيد ماشي بوزيتيف 1 في نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 في نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 طيب بعدين بوزيتيف في بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف في بوزيتيف نيجاتيف وهكذا. حلو ده اللي ايه ده اللي هيتبعت على الشانل خليت الريت بتاعه اسرع او اكتر من الريت اللي كان اوريدي بتاع الداتا خليته بانهي ريت ريت الكود. حلو بعد كده هتبقى ترانسميتد على الشانل هتوصل عند الريسيفر هي هي هنعتبر ما فيش اي ولا بيت هتتغير هتوصل هي هي. هعمل ايه عند الريسيفر هضرب في نفس الكود ده هو بالظبط ده شايفينه تاني بوزيتيف في بوزيتيف هتديني ايه بوزيتيف نيجاتيف في نيجاتيف positive negative في negative positive positive في positive positive بعدين positive في negative negative وهكذا. هنلاقي ان دي هي بالظبط دي ماشي. فدي الفكره اللي هو بيعملها ان هو عند الترانسميتر بدل ما يبعت بباندويث معين هيعمل لها سبريدنج هيخليها تضرب في كود الريت بتاعه اكبر فتتبعت بريت اكبر وعند الريسيفر هيضرب في نفس الكود بالظبط عشان يريتريف الاوريجينال داتا. ماشي ازاي بقى بيخلي كذا يوزر يبعد بنفس الفكره هيخلي كل يوزر الكودز بتاعتهم اورثوجونال على بعض. ليه اورثوجونال على بعض؟ لو عندي مثلا يوزر A هيتضرب في كود 1 ويوزر B هيتضرب في كود 2 ويوزر 3 هيتضرب في كود 3. حلو عند الريسيفر هيضرب دلوقتي انا عايزه ريتريف A بس فهيضرب في كود 1 فعند الريسيفر هيبقى A C1 C1 B C2 C1 سي كود 3 كود 1 عشان هما اورثوجونال يبقى الدوت برودكت بايه؟ بالزيرو فده هيطير وده هيطير وهيوصل لايه بس؟ لو عايز يريتريف اليوزر 2 هيضرب في مين؟ في كود 2
فاللي هيحصل ان ده هيبقى كود 2 ده كود 2 ده كود 2 فده هيبقى بصفر ده هيبقى تمام وده هيبقى بصفر. فاهمين حاجه؟ مين عايز يسأل؟ تمام؟ ماشي. طيب فاحنا دلوقتي دي فكره السبات سبيكترم عموما ان احنا بنخلي كل يوزر ياخد الباندويث كل. فالفكره دي عملوها بطريقتين. اول حاجه الدايركت سيكونس سبات سبيكترم اللي انا بضرب في كود الكود ده الريت بتاعه اكبر. تاني طريقه فكروا فيها الفريكوينسي هوبينج. متهيألي انتوا خدتوا فريكوينسي هوبينج قبل كده ولا ما سمعتوش عنها؟ ماشي. فريكوينسي هوبينج دي فكرتها انا دلوقتي دي كلها ده يوزر 1 في كل وقت معين هيشتغل على كارير فريكوينسي معين. فانا في اول تايم سلوت هبعت على كارير رقم 5، تاني تايم سلوت هبعت على كارير رقم 8، تالت تايم سلوت هبعت على كارير رقم 3 وهكذا. ففي كل الوقت يعني بعد وقت معين هو فعلا استغل كل الباندويث بس في كل وقت بيستخدم كارير واحد. فاهمين قصدي؟ اوكي فاهمين. طيب في نفس الوقت ده ممكن يوزر تاني يستخدم دي؟ ممكن. فانا دلوقتي لو عندي 8 كارير ممكن كام يوزر يستخدمها في نفس الوقت؟ 8. بس كل واحد يعني في الوقت اللي فيه 5 مستخدمه ما ينفعش ولا يوزر تاني يستخدم 5، وكل واحد بباترن مختلف. يعني مثلا يوزر 1 ممكن يبقى الباترن بتاعه مثلا اف 5 زي هنا اف 5 وبعدين اف 8 اف 3 صح ولا ايه؟ بعدين اف 7 وهكذا. فده الباترن بتاعه كده. اليوزر الثاني مثلا يبقى الباترن بتاعه 7 4 2 اي حاجه. بس طبعا لازم الريسيفر يبقى عارف نفس الباترن بالظبط، يعني يبقى عارف كل يوزر هيستخدم في كل تايم انهي فريكوينسي عشان يعرف يريتريف الداتا. طيب الفريكوينسي حد عنده سؤال؟ دلوقتي اولا السيكونس ده المفروض ان هو متعرف للتي اكس والاي اكس. طيب وباقي اليوزرز المفروض يعرف كام؟ كل يوزر هياخد باترن معين. يعني لو اول يوزر اخد دي يعني هو مثلا في 8 باترنز، كل يوزر هيجي ياخد باترن منه. لما كان لو عرفت الباترن يبقى خلاص انا هتعمل حاجه على سيكونس. بس هو مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل مثلا ان هو مثلا هياخد هيضرب في اف 5، فهو اول ما يضرب في اف 5 هو بوظ لك دي بس باقي الداتا كلها تمام. فلو انت عندك مثلا 100 ثانيه مثلا فهو مثلا بوظ لك 10 منها وباقي الداتا تمام. ماشي. الفريكوينسي هوبينج بقى فيه نوعين يا شباب. فكره ايه سلو ولا فاست؟ اللي هو ده سلو ولا فاست معناها السيمبل بتاعي بيتباع يعني الشانل بتتغير اسرع ولا السيمبل بيتغير اسرع. يعني لو مثلا خلينا نشوف دي يعني فكره السيمبل يعني في الرسمه اللي فاتت دي هنا قبل ما بقلب ببعت سيمبل واحده ولا ببعت اثنين ولا ببعت ثلاثه هتحدد انا سلو ولا فاست. ماشي. فتعال نشوف الاكزامبل ده. دلوقتي انا هنا عندي ده ليه عرفت ان هو سلو؟ علشان انا التي اس بتاعتي اهي والتي سي اهي. يعني انا التي سي دي اللي هي بنط ما بين كل كارير وكارير كل الوقت ده. فانا هنا بعت تي اس قدرت ابعت اثنين تي اس جوه نفس التي سي فانا كده سلو. قدرت ابعت اثنين سيمبل جوه نفس الكارير فريكونسي. حلو. طيب هنا البوينت اللي انتم محتاجين تعرفوها لو انتم بقى المفروض يعني مركزين دلوقتي ليه الاثنين دول مش على نفس الخط مع ان احنا المفروض جوه نفس الكارير فريكونسي. يعني بقول دلوقتي انا جوه الكارير هبعت اثنين سيمبل، ليه الاثنين مش قدام بعض لو انا المفروض في نفس التي سي؟ عشان ايه؟ السيمبلز مختلفة. اوكي. ها؟ حلو. فايه السيمبلز مختلفة؟ هو كل واحد من دول يعني بس ده الاكسيس ده مش سيمبل ده فريكونسي. ايوه ما دي كلها نفس الاسلوب يعني دي كلها نفس الوقت يعني دي كلها نفس الفريكونسي بس هو بيبعت سيمبل مختلفه بس عشان كده مقسمها بس. ايوه فايه؟ يعني المفروض انا بقول ببعت على نفس الكارير ليه مقسمهم؟ عشان ده اكس اف اس بالظبط. فاهمين الحته دي يا جماعه؟ يعني انا دلوقتي بقول ان انا هبعت شباب نركز دلوقتي بقول ان انا هبعت على نفس الكارير هبعت كذا سيمبل عشان انا ليه قلت كده؟ عشان انا سلو. يعني انا المفروض دلوقتي في اول حته دي هبعت على كارير ده كارير مثلا 2 وهنا هبعت على كارير 3. فانا هنا المفروض الوقت ده انا بقول ان انا هبعت 2 سيمبل عشان انا سلو او هبعت 3 سيمبل. فلو انا المفروض هبعت مثلا كارقام مثلا هبعت
الوقت ده يستحمل ان انا ابعت 3 سيمبلز مختلفين وعلى نفس الكارير صح؟ ليه بقى سؤالي كان ليه الاثنين كل واحده فيهم على حته من الفريكوانسي مختلفه مش على نفس الكارير؟ فكانت الاجابه عشان احنا ده فريكوانسي ده اف اس كي. يعني ايه اف اس كي؟ كل سيمبل بيتبعت على فريكوانسي مختلفه، يعني الاربعه دول على بعض دول كارير فريكوانسي واحده بس ماشي. كل بقى كل واحده من دول بقى يعني بصوا هنا السيمبل اللي ببعته ايه 0 1 فبقى بياخد الحته دي 1 1 بياخد دي. طيب 0 0 بياخد اقل واحده، يعني كل كارير فريكوانسي متقسم لاربع حتت. ليه اربع حتت؟ عشان انا ببعت اربع سيمبل عندي 2 بيتس، يا اما هبعت 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1. فالكارير فريكوانسي بتاعتي متقسمه لاربع اجزاء، لو ببعت 0 0 هتملى الحته دي، لو ببعت 0 1 هتملى دي، 1 0 هنا 1 1 هنا. فاهمين الفكره؟ لو كنت ببعت مش اف اس كي، لو كنت ببعت مثلا فيز كنت هعمل ايه؟ عمرها ما كانت هتبان في الرسمه، كانت دايما هتاخد الكارير كله. فاهمين قصدي؟ ماشي. هنا بقى مثلا دي الفاست، عرفت منين ان هي فاست؟ السيمبل الواحد اهو ودي التي سي، التي سي دي معناها انا بهوب ما بين الكارير ده والكارير ده وبعدين الكارير ده، فانا السيمبل الواحد مقسوم على كذا كارير. اوكي؟ ماشي. خلاص ودي قلنا الدايركت سيكونس، ابقوا شوفوا الدوك دايجرامز دي. ماشي. هنا فكره يا شباب، هنا فكره ان احنا عندنا مسج نفس المسج 1101 وعندي ثلاث اكواد. اكيد لو كل كود اتضرب في المسج دي هيبعت حاجه على الشانل مختلفه. ماشي. طيب برضو هنا اللي احنا محتاجين مثلا نعرفه او ناخد بالنا منه من الرسمه دي، ان احنا الداتا عندي داتا 1 وداتا 2 وداتا 3 وهكذا. شباب هنا دلوقتي بضرب كل واحد في كود. جماعه حد عنده سؤال؟ عايزين ايه؟ طيب هنا دلوقتي اللي محتاجين ناخد بالنا منه ايه؟ ان كل داتا مضروبه في كود 1 كود 2 وهكذا، ولكن كلهم نفس ايه؟ نفس الكارير فريكونسي. ماشي؟ طيب خلونا بقى نشوف الشيت. ماشي تعال نشوف اول سؤال. يلا تعال نشوف عايز ايه. عندي consider a double sided BPSK bad spectrum transmitted ومدينا الفيجر بتاعه. let شباب ممكن نركز. let دي اوف تي دي باينري سيكونس دي الداتا بتاعتنا 1101 و arriving bit meet BPS where leftmost bit is the earliest bit. let C of T دي الكود بتاعنا السيكونس مديهولنا اهو بكلوك ريت 300. يبقى احنا دلوقتي واحده الداتا عندنا الريت بتاعها 100 والكود الريت بتاعه 300، طبيعي ان هو يكون اكتر. assuming a bipolar signaling scheme والباينري 01 هيبقى نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1. فاين the final transmitted binary sequence corresponding to. ماشي يبقى عايز الحاجه الترانسميتد. تعالوا نشوف الرسمه دلوقتي. عندنا داتا وعندنا كود، كل واحد هيتعمل له مابنج. يعني ايه هيتعمل له مابنج؟ يعني البيتس 0 1 هتتحول للي هو عايزه بوزيتيف ونيجاتيف 1. حلو. بعدين الاثنين دول هيتضربوا في بعض هيديني بي اوف تي، هو عايز بي اوف تي دي. بعد كده هيتعمل لها موديليشن وتتبعت. ماشي. فخلونا نحسب البي اوف تي. ماشي. يلا دلوقتي اول حاجه عندي الداتا الدي اوف تي عباره عن ايه؟ 1 1 0 1 وعندي الكود. الكود ايه بقى؟ 100 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0. طب يلا عايزين نعمل مابنج. المابنج بتاع الداتا هيبقى اكس اوف تي. ها هيبقى ايه؟ ال1 بكام؟ بوزيتيف 1 بعدين بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1. عايز اعمل مابنج برضو للسي اوف تي. ها ماشي ماشي. ده ايه؟ ماشي. طب هو ينفع اللي انا كتبته ده؟ هو ازاي ايه اللي حصل؟
positive 1 negative negative positive 1 positive 1 اي ينفع اللي احنا بنكتبه ده؟ ماشي طب ما الكود برضو يعني انت لو هتعتمد دي ولا تدخل فيها هتعتمد دي بالظبط ما ماشي المفروض ان اليابان كلوز مش فارق ممكن تكتبها كده وتقول اللفت بوست برضو المهم الاثنين يبقوا زي بعض يعني تكتبها دي نفس الحاجه ايوه يا جماعه انا بتكلم في حاجه ثانيه ينفع اللي احنا بنكتبه ده اصلا؟ مش نفس الريت اصلا ماشي ليه مش نفس الريت دلوقتي لو انا عندي ريت الكود اسرع ثلاث مرات يبقى كسيجنال ديوريشن يعني انا لو عندي البيت بتاعت الداتا كده خلاص والكود الريت بتاعه ثلاث مرات اسرع يبقى الديوريشن ايه اقل ثلاث مرات صح يعني المفروض لا هيبقى كده صح لو دي الداتا ودي الكود يعني انا لو عندي هنا 1 وعندي هنا 101 يبقى المفروض البيت الواحده من الداتا تتضرب في ثلاث مرات من الكود صح يبقى المفروض ده كله ده غلط تعالوا بقى نكتب الكود صح positive 1 negative 1 negative 1 positive 1 positive 1 negative positive positive وهكذا خلاص نكتبها خلينا نكتبها كلها صح طيب تاني ال g of t صح اسمها كده g of t دي positive negative شباب انتوا معايا negative positive positive نيجاتيف بعدين 3 بوزيتيف و3 نيجاتيف ماشي 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف عشان عندي اخر حاجه 3 اصفار 1 2 3 3 ها 3 بوزيتيف ليه 1 2 3 لا لا انا مش بضرب حاجه انا بحاول دلوقتي انا بعمل مابنج دلوقتي بعمل مابنج يعني ايه اللي هي الحته اللي موجوده في البلوك دايجرام دي كل الكود نفسه هيخش على باينري تو باي بولر مابينج يعني ايه هيعمل مابينج يعني كل بيت باينري بيت 0 1 هتبقى نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 ماشي فده الجي اوف تي بتاعنا اندرات الداتا قلنا ان كل بيت من الداتا المفروض تتكرر 3 مرات حلو فيبقى انا عندي اللي اسمها ايه بقى اكس اوف تي احنا قلنا دي المفروض تبقى بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 كل واحده منهم هتتكرر 3 مرات ليه عشان الريت اكتر 3 مرات فيبقى دي هكرر دي كم مره 3 1 2 3 بعدين دي هتتكرر 3 تبقى 1 2 3 بعدين دي هتتكرر 3 يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 بعدين بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 البي اوف تي بقى البي اوف تي دي قلنا عباره عن ايه الاثنين هضربهم في بعض بوزيتيف في بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف في بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف في بوزيتيف نيجاتيف بعدين بوزيتيف في بوزيتيف 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 نيجاتيف وهكذا حلو ماشي طيب هو ده الباينري سيكونس اللي المفروض هيتباع لو كان مطلوب ككود يعني كزيروز وونز كنت هعمل ايه هرجع ده البوزيتيف هيبقى ايه 1 والنيجاتيف هيبقى ايه 0 وهكذا حلو لو جينا نشوف عند الريسيفر هو هنا مش مطلوب في السؤال عند الريسيفر بس عند الريسيفر كنت هعمل ايه مفروض مش هنفكس حته موديليشن ودي موديليشن هعتبر ان ده اللي هيتبعت على الشانل الكي اوف تي خلاص مفروض لما هرجع اضربه في الكود ده تاني يرجع لي الاوريجينال داتا حلو طيب تاني حاجه مطلوبه في السؤال هتطلع بنفس ريت الكود في يا جماعه دي فيها تكمله هنضرب كل حاجة يعني كل اثنين من دول مع بعض دول مع بعض دول مع بعض دول مع بعض هكذا ماشي طيب الباندويث تاني سؤال يعني عايز الباندويث بتاعت الترانسميتد سبريد سيجنال هتبقى واخدة انهي باندويث بتاعت الكود اللي هو كام 300 حلو طيب شباب لو انا ليه هنا خليت كل بيت تتكرر ثلاث مرات عشان الريت ثلاث اضعاف دي 300 ودي 100 فمعناها كبيت ديوريشن دي الواحده هتستحمل ثلاث مرات لو الريت مضروب في 3 يبقى التايم مقسوم على 3 لو كانت 100 و400 كان
أربعة ماشي، يعني هي مش ثلاثة دي مش حاجة ثابتة ماشي. طيب تاني سؤال، قلنا الباندويث بتاع الترانسميتد سبكترم أو سيجنال هيبقى 300. البروسيسنج جين ان دي بي، حد عارف أصلا البروسيسنج جين كان بيتحسب إزاي زمان؟ ماشي، البروسيسنج جين ده لو أنا عندي حاجة بعملها موديليشن، المفروض إن هو بيكون الريت بتاع السيجنال افتر موديليشن او اللي هي بقى الار اف سيجنال على البيس باند ماشي، الريت الكبير على الريت الصغير. لما بعمل موديليشن يبقى بعد الموديليشن على قبل الموديليشن. فانا هنا عندي مين التو ريتس اصلا، مين الكبير فيهم؟ السبريدنج اللي هو بتاع الكود. فانا عشان احسب البروسيسنج جين هيبقى بتاع الكود على مين؟ على الداتا العاديه اللي هو الريت القليل. ف 300 على 100 ليه؟ هي لا هيبقى 3 هحوله دي بي ماشي. شباب تاني، البروسيسنج جين اصلا اساسا البروسيسنج جين المفروض ازاي بيتحسب؟ البروسيسنج جين في العادي مفروض الار اف سيجنال على مين؟ على البيس باند اللي هي الريت العالي افتر موديليشن على الريت القليل. حلو، انا مين هنا عندي الريت العالي اللي هو بتاع الكود 300، ومين الريت القليل بتاع الداتا اللي هو 100، يبقى 3 عشان احولها دي بي يبقى 10 لوج 3. حلو ماشي، حد عنده سؤال في السؤال؟ حد عنده حاجه في السؤال ده؟ شباب تمام. طيب تعالوا نشوف بقى تاني سؤال. ماشي، تاني سؤال بقى بيقول ايه؟ عندنا اللي هو الدايركت سيكونس باث سبكترم سيستم بيترانسميت بريت 1000 بت بير سكند وفي تون جامر. حلو، الافريج جامر باور از 20 دي بي جريتر ذان الافريج ديزايرد سيجنال باور. تعالوا نكتب بقى المعلومه دي، الجامر باور تعالوا نسميها مثلا ايه؟ جامر باور مثلا نسميها ايه؟ مثلا جامر باور اوكي على الديزاين سيجنال باور، باور بتاعه السيجنال بتاعنا دي ب 20 دي بي. وبعدين الريكوايرد اي بي على جي نود تو اتشيف ساتسفاكتوري بيرفورمانس 10 دي بي. يبقى تاني حاجه مديها لنا اي بي على جي نود ب 10 دي بي. حلو، طيب نوت اي بي دونيتس الافريج بيت انرجي والجي نود الجامينج باور سبكتر دنسيتي. فاكرين الباور سبكتر دنسيتي تبقى ايه على ايه؟ تبقى ايه؟ صح ماشي. فاحنا دلوقتي عندنا الجامينج باور اللي هي الجي نود دي، جي نود دي عباره عن ايه؟ الجامينج باور على الفريكونسي مثلا ايه عايزين تسموها ايه؟ بي مثلا، بي باندويث. طيب فعندنا ايه؟ او الاي بي دي قلنا الانرجي افريج بيت انرجي. حلو، طيب خلينا نقول في السؤال ده عايزين نحسب ايه الريشيو. شباب الريشيو بتاع السبريدنج باندويث دبليو اس. طيب بصوا هو هنا هيسمي الباندويث دبليو اس، فانا بدل بي دي هخليها دبليو اس تو ذا ترانسميشن ريت. طيب شباب يعني هو دلوقتي في بارت ايه؟ عايز يحسب ايه على ايه؟ عايز يحسب الباندويث على الريت. الهنت اللي مديها لنا على فكره من غير الهنت ما اعرفش كنتوا هنعرف نحلها ولا لا، بس يعني اكسبرس بيقول لك الهنت ان اي بي ان تيرمز اوف كورسبوندينج افريج باور وترانسميشن ريت. طيب ها فاكرين ايه علاقه الانرجي والباور؟ فين التايم؟ ايوه ايه هكتب ايه دلوقتي؟ الباور يا انرجي على ايه؟ انرجي على تايم هي باور مش العكس ماشي؟ طيب خلينا نكتبها. طيب دلوقتي انا هبتدي بإي بي على جي نود، الإي بي هكتبها ايه؟ باور، الـ
السيجنال بتاعي في ايه؟ في تايم. طيب والجي نوت دي هكتبها مين؟ الجامد باور على ال دبليو اس. حلو؟ طيب دي ممكن اعملها ايه؟ واحد على الريت. فتاني اي بي على جي نوت هي عبارة عن ايه؟ خلينا بقى نفصلها. هاخد الاثنين دول مع بعض ماشي؟ بي اس على جي بي مضروبة في مين؟ دبليو اس على ار. حلو؟ طيب فانا دلوقتي كبقى دي بي بقى. لو انا عايزة دي. لا انا عايزة مين؟ انا عايزة دي. هجيب دي هنا صح؟ حاسه انا عاملين حاجه مختلفه ليه مش عارفه. مين اللي ناحيه التانيه؟ صح صح صح. هنجيب دي الناحيه التانيه ماشي. يبقى دبليو اس على ار هي مين؟ دي اي بي على جي نوت مضروبه في جي بي على بي اس. حلو؟ انا اوريدي عندي دي اللي هي ب 10 دي بي وعندي دي اللي هي ب 20 دي بي. حلو؟ ماشي؟ يبقى احنا كده جبنا ان دي بكام؟ 30 دي بي. عشرة وعشرين يا شباب. ايه اللي حصل؟ الدي بي لما بكون بضرب حاجتين في بعض بالدي بي بجمعهم. خليها بلس بقى. اي بي على جي نود الانرجي ده هو مديها لنا في السؤال اصلا. الانرجي الدونيتس البت بتاعت الانرجي بت على الجي نود اللي هي السبكتر الباور سبكتر ده. ريكوايرز انا اصغر لك ال ريكوايرد اي بي على جي نوت تو اتشيف الساتسفاكتوري بيرفورمانس 10 دي بي. مين الاي بي دي؟ هو بقى بيقول لنا ان دي الافريج بيت انرجي والجي نوت دي الجامد باور سبكتر دنسيتي. فاحنا عرفنا احنا عارفين ان باور سبكتر دنسيتي هي الباور على فريكوانسي ماشي؟ والاي بي هي حولتها باور في تايم. حلو؟ فاهم قصدي؟ الانرجي بتاعت البت هي ايه؟ باور في تايم. باور في تايم بس. فانا دلوقتي دي اللي جيفن عندي. انا عارفه ان الاي بي هي عباره عن الباور في التايم. وانا عارفه ان جي نوت دي مين؟ سبكترال دنسيتي يعني باور على فريكونسي. مين الباور؟ احنا ده دلوقتي جامد. فدي بدل الباور هتبقى الجامد باور اللي احنا هنا مسمينها جي بي. والباند ويث هنا هو مسميها دبليو اس. طيب تاني بارت في السؤال عايزين نحسب الباند ويث بتاع السبريد سيجنال. انا دلوقتي اوريدي عندي ان بارت بي بقى عندي دبليو اس على ار عباره عن 30 دي بي. هو عايز الباند ويث دي وانا عارفه ان الريت في بدايه السؤال اصلا مديها لنا 1000 بت بير سكند. فانا عارفه ان دي ب 1000 هحول دي من دي بي هتبقى 10 باور 3 فهقدر 10 باور 3 في 1000 بدل الباند ويث بتاع السيجنال. ماشي؟ ماشي. حد عنده سؤال في الحته دي؟ ماشي. طب احنا كده خلصنا الشيت هو صغنطوط يعني.